لكن الآن أذهب إلى رام الله ودكتور خليل، يعني في رأيك الدلالات حول استبعاد سموتريتش، يعني في رأيك هل من الممكن أن يكون ذلك فقط لتهدئة الداخل الإسرائيلي مثلا، لأنه يعتبر الوزير الأكثر تطرفا، يعني إسكاتا للداخل الإسرائيلي، إسكاتا للمظاهرات مثلا، أو ماذا، أو ما هي الدلالات استبعاد سموتريتش، أو عفوا بن غفير؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين والضيوف. يعني دعنا نبدأ بتشريح الأسماء التي يجري العمل على تشكيلها من خلال ما يسمى هذا المجلس الجديد. أولا، هذا معناه أن نتنياهو يستطيع أو يملك السيطرة ويدفع بالحرب بشكل أو بآخر قدما إلى الأمام، وبالتالي هو لاستمرار هذه الحرب يبدأ أو يشكل مثل هذا المجلس أو هذا اللجنة. ثانيا، كل من سموتريتش، كل من ديرمر، ياريف لافين، زعيم حزب شاس، جميعهم هم مقربين جدا من نتنياهو باستثناء الوزير الجيش. جميعهم يمكن أن يستمعوا بشكل جيد جدا إلى نتنياهو، وجميعهم من الشخصيات التي لا تبتعد كثيرا عن الرؤية التي يحملها نتنياهو. وأيضا هناك رؤية مرتبطة بالمستقبل، بمعنى أن إسرائيل مقدمة في الشهور القادمة على تمرير الموازنة، وبالتالي يجب لكي تمر هذه الموازنة يجب إحداث تحالفات من نوع معين، ويجب التصويت على هذه الموازنة، دون ذلك تسقط الحكومة بشكل أوتوماتيك. أما فيما يتعلق باستبعاد بن غفير، أنا بتقديري أن هذا الاستبعاد جاء لسببين. السبب الأول أن بن غفير شخص غير مؤتمن على ما يجري النقاش فيه داخل الكابينت وداخل أروقة المؤسسة السياسية والعسكرية، فهو دائم التسريب ويخرج بشكل سريع ومتواصل ومستمر إلى الإعلام ويتحدث عن ما كان يجري النقاش حوله داخل الغرف المغلقة. ثانيا، هناك حالة الشعبوية التي يعني يتمتع بها بن غفير، وهذه الحالة تدفع ببن غفير بمزيد من الغلو، بمزيد من التطرف، ويستغل كل ما يقرأ ويستغل كل ما يطلع عليه من أسرار لمزيد من التطرف ومزيد من العنف في مدن وقرى الضفة الغربية. بتقديري أن مثل هذا التشكيل هو محاولة للقول أن نتنياهو وهذا المجلس الجديد يبدو أنه يريد مرة أخرى الاستمرار في الحرب، وهو سيكافئ بن غفير على سكوته بإعطائه مزيد من الصلاحيات، بإعطائه مزيد من أوراق القوة للعمل باتجاه تهويد الضفة الغربية، بناء المستوطنات أكثر وأكثر، ومزيد من الصلاحيات المرتبطة بالسيطرة على الشرطة وبالسيطرة على جهاز حرس الحدود. هذا هو التفسير بتقديري الحقيقي لكل هذا التشكيل في هذه الأيام، وهذا أيضا رسالة إلى المعارضة الإسرائيلية، هذه المعارضة التي ضمت في السابق أقطاب من المؤسسة السياسيين الذين عملوا في مجلس الحرب، نتحدث عن غانتس وأيزنكوت، وبالتالي محاولة وبإعادة بناء وتشكيل مثل هذا المجلس، هذا أيضا رسالة ليس فقط إلى المعارضة وإنما رسالة إلى الشارع في إسرائيل، ورسالة حتى إلى العالم وتحديدا الأمريكيين، بمعنى أن هناك قرارا إسرائيليا مركزيا عميق استراتيجي مرتبط باستمرار هذه الحرب نحو تحقيق أهدافها، أو كما يسميها رئيس الحكومة في إسرائيل النصر المطلق، الذي لا شك فيه. هذا النصر الذي سيتحقق وفقا لنظرية نتنياهو ووفقا للرؤية التي يحملها هؤلاء المتطرفين الموجودين الآن في السيطرة في السلطة وفي مستوى صناعة القرار في إسرائيل وفي الحكومة. طيب، فيما يتعلق تحديدا باختيار سموتريتش، وهذه قضية في غاية الأهمية، سموتريتش ينظر إليه على أنه رجل عقائدي ورجل استراتيجي، ليس كبير كبير شعبوي ودائما يتحدث بشكل كبير وبشكل فج إلى الإعلام. سموتريتش مخطط كبير، سموتريتش يمتلك حقيبتين وزاريتين بالإضافة إلى حقيبة المالية، فهو الوزير في وزارة الأمن في إسرائيل، بمعنى أنه الوزير المشرف على كل ما يتعلق بالعملية الاستيطانية في الضفة الغربية، وقد أخذ مزيد من الصلاحيات المرتبطة بهذه القضايا، ونقلت هذه الصلاحيات من ضباط للجيش ومستشارين عسكريين لصالح شخصيات سياسية محسوبة على تيار سموتريتش. وهذا معناه أن نتنياهو يحاول الآن إحداث توازن داخل مركبات هذا الائتلاف، وإضافة مزيد من الروابط القوية داخل هذا الائتلاف لتمرير الموازنة وللبقاء في السلطة مرة أخرى. وكما نعرف أن القانون في إسرائيل يقول بشكل واضح أنه في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تمرير موازنة العامة تسقط هذه الحكومة بشكل أوتوماتيك. طيب دكتور.